المؤتمر هو عندك بالمهيدي رئيس المؤتمر، عبان كريم عمران دين زيغود وبن طوبال، هادو هما الوحيدين اللي أعضاء رسميين في المؤتمر، والباقي حنا دينا معنا علي كافي، دينا معنا مزهودي، دينا معنا بن هودة، دينا معنا حسين ربح. هادو كي نخلصوا الاجتماع، كي نخلصوا الاجتماع نتلاقاو برا نديروا اجتماع خارج المؤتمر ونتشاوروا معهم، وحنا ندافعوا المواقف تاع الولايات في المؤتمر. الشيء اللي داروا نفس اللي داروا كريم مع ميروش ومحمدي وعمران مع صادق دهيلس، عبان جا وحده ما عندوش من يشاور، بالهودي جا وحده ما عندوش من يشاور. اما المؤتمر الرسمي والحضور الرسمي هما الشيء اللي قلته لك، بالهودي الخمسة، عبان الجزائر، عمران لاكات لاجيروا، كريم لاتروا، لادو زيغود وبن طبال، سي لونيك ولاية كي ايتي ريبريزونتي بار دو. بن بلاد مصفى كنا نسمو فيه ما جاش، جا خوه من بوطار بولا عمر ما وصلش. كنا نسمو في لازون لازون دي لاست ما جاتش. المؤتمر كنا باش نديروه لبرومي روت في الانتظار اللي كنا ننتظرو، رجعنا لوفان لا دات دي فان اي تي اكسيدونتال، وكنا سنا في ثلاثة باش يجيونا خيدر وايت وبن بلا ما جاوش، دونك لترونجي نا با ايتي ريبريزونتي، إلا كو لانتيريور كي ايتي ريبريزونتي. درنا الأسباقية الداخل الخارج، سو برانسيب اي تي نحيناه من بعد كي رحنا للخارج. مي خلي يعني الناس اللي كانوا يسيروا فطوره هم اللي بقاو، هم اللي بقاو يسيروا فطوره. حنا كي نقصدوا الداخل قدام الخارج نقصدوا لي بيرسون، ماشي نقصدوا التريتوار، نقصدوا العباد. العباد يظهر لي اللي داروا فطوره تاع بولي هم اللي يسيروها، هذا المقصود تاع الداخل على الخارج. انا كنت عسكري جابوا تو سي برانسيب، باسكو لا فيناليتي لا ريفوليسيون لي با ميليتار اي لي بوليتيك، يون بون جامي باتر لا فرانس ميليتارمون. دونك الاسباب اللي نات من اجل الثوره هو سياسي، المقصود هو سياسي، تسير لازم سياسيين.